شباب مسرح الأطفال وشباب مسرح الرئيسي، حياكم عندي الساحة. حالياً مشاركين في معرض رمضان الكتاب بما يقارب 60 متطوع. هذا المتطوعين تم توفيرهم من مركز قطر العمل التطوعي، والذي يهدف إلى أن يكون التطوع أسلوب حياة في المجتمع لدى جميع فئات المجتمع. مهام وأدوار المتطوعين المطلوبة منهم في هذا المعرض هو الإرشاد والتوجيه، هي بالإضافة إلى الرد على استفسارات الجمهور وتوصيلهم إلى دور النشر المطلوبة.